السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو بتدور على وصفة تخليك تنام بسرعة وتنام بعمق وتكون مرتاح جدا في النوم، يبقى لازم تتابع معايا الفيديو ده للنهاية. الوصفة اللي هقول لكم عليها رخيصة جدا وسهلة جدا، وبتحتوي على مركب كيميائي. المركب ده بيشتغل على الجهاز العصبي المركزي. اول ما المركب الكيميائي ده هو بيوصل للمستقبلات اللي اسمها جابا في المخ، بتحس براحة كبيرة جدا، وبيساعدك على النوم، وبتنام نوم عميق ومريح جدا. وكمان الوصفة دي شركات الادوية بتاخدها كمادة خام، وبتستخلص منها المركب الكيميائي اللي انا بقول لكم عليه علشان تستخدمه في علاج التوتر والقلق. الوصفة اللي معايا اللي هي شاي البابونج. شاي البابونج او البابونج يا جماعة موجود عند كل العطارين، وسعره رخيص جدا، وبتشربه زي الشاي بالظبط، بتغليه وبتحليه بسكر خفيف وبتشرب منه قبل النوم مباشرة. صدقني هتحس بتأثير كبير جدا وهتندهش من التأثير بتاعه. وفي النهاية ما تنساش تعمل اعجاب وتشارك الفيديو، عايزين الفيديو ده يوصل للناس كلها، وياريت تشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.